عندنا هذا البرنامج اسمه ليالي رمضان نيسان 2022 تحت عنوان قناديل وتهاليل من الفطور للسحور. بنعمل ليالي رمضانية وعندنا حافلة الفرح بتجوب الأحياء، احنا بدنا نروح عند الجمهور في الأحياء. السيارة حافلة الفرح هاي احنا كنا نستعملها بالسنة الماضية لما كانت الكورونا أكثر من مرة، يعني سنة 2019 و20 و21 كانت تجوب الشوارع لأنه الناس ممنوع تطلع، ممنوع تعمل احتفالات. كنا نزور الأهالي في البيوت ونوزع أكياس طوف، نوزع كمان مرات كمامات، نوزع مثلا تنظيف الإيد صابون، مش كل الناس بتيجي وين بدك تعمل احتفال. وإحنا كمان نشكر كل الهيئات اللي بتعمل في عبلين، يعني المجلس المحلي كمان عنده برنامج وبيعمل كمان ليالي رمضانية مع هيئاته والأقسام اللي عنده موجودة، مشكور كمان لأنه إحنا بنحب إنه عبلين كل الشهر يكون فيها فعاليات، ونشد على أيدي من يعمل أي فعالية لرمضان منشان إسعاده وإفراح أهلنا في رمضان رغم الأجواء السياسية العاطلة ورغم الهجوم اللي منستنكره على الأقصى، لأنه إحنا بالنسبة لنا الأقصى هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ومعركتنا في السيادة وليس قضية دينية هي الأقصى، قضية السيادة من يقود. بحاجة لهاي اللم اللي مع بعض، اللم الحلوة دائما، الأشياء الحلوة اللي بتجمعنا على الخير هي دائما بس بتزيد الخير لأهلنا لبلدنا ولأولاد حارتنا طبعا. الحمد لله كتير حلوة، بس شوي الواحد الأوضاع اللي عم بسمعها كتير بتوجع القلب. احنا بنتمنى يعني السلام والخير هيك يعم على الجميع يا ربي. فرقة جفرة تحتفل السنة بعامها 31 على تأسيس فرقة جفرة. احنا عندنا فعاليات خلال شهر رمضان المبارك، حافلة الفرح، منصات جفرة دوارة بكل ميدان وحارة. احنا السنة عندنا فوجين جداد اللي فرقة شباب جفرة اللي صار شهرين، فرقة براعم جفرة الصغار اللي هي فوق افواج جديدة لجمعية جفرة. وإحنا نحتفل برمضان وبليالي الميلاد وعيد الفصح بكل مناسبة اللي بتجمع البلد الحبيب عبلين. رحنا دبكنا بالشوارع، يعني رحنا راس نعمة على البلد ورحنا. كل عام بخير يا المسلمين. انا بشوف التجاوب كبير جدا لانه الناس طالعه من فتره الكورونا، وشغله ثانيه لاول رمضان ما حداش بيجيب سيره الكورونا، فلذلك الناس حره، بتشافت الناس بتيجي لا كمامات لا كذا، والاطفال بدهم يفرحوا وإسا فرصه، وصادف هذا كذلك الشهر عيد الفصح المجيد، فاحنا بنتوجه بالتهنئه لاخواننا المحتفلين بعيد الفصح المجيد، ونقول لاهالي عبلين ولكل عبلين اهنا يا عبلين بجميع الاعياد، وكل عام وكل خير لكل اهالي عبلين.